الفل. الراجل لما مراته بتأثر معاه في طلباته واحتياجاته بيكون عنده أوبشن تاني، ممكن يحب واحدة تانية ويتجوزها على سنة الله ورسوله. طب يا ترى الست اللي جوزها مقصر معاها في كل حاجة، مقصر في الحب والاهتمام والمسؤولية والمصاريف وحقوقها، وقعد اليوم كله في البيت حتى السجاير بتجيبها له وسايبها تشيل الشيلة لوحدها، الست دي تعمل ايه؟ ده السؤال اللي بتطرحه شيماء النهاردة، بطل قصة حقيقية. بعد ما جوزها طلقها، طب طلقها ليه؟ طب ايه اللي حصل بالظبط؟ تعالوا نسمع القصة من أولها. اسمي شيماء وعندي 31 سنة وعايز أحكي لكم قصتي، يمكن ألاقي عندكم حل. بعد ما رحت لدكاترة نفسيين كتير وبرضو مش قادرة أكمل حياتي وحاسة إني عايشة بتعذب وبس. القصة بدأت من وأنا في تالتة كلية لما تعرفت على شاب وبقينا صحاب، وبعدها اعترف لي بحب وأنا حبيته، كان أول شخص في حياتي، ورغم أنه أكبر مني سناً بس أنا كنت سابقاه في الدراسة لأنه كان بيسقط كتير وظروفه المادية ما كانتش كويسة خالص. حبيته وارتبطنا حوالي سنة وبعدين أهلي عرفوا، فكان لازم يجي يتقدم في الوقت ده. كان بيتقدم لي ناس كتير قوي لأني الحمد لله جميلة وعايشة في مستوى مادي واجتماعي كويس، وعشان كده أهلي رفضوه، بس أنا عاندتهم وقفت قدامهم جميعا لحد ما خليتهم يوافقوا. اتخطبنا لمدة سنة لحد ما اتخرجت وهو كان لسه بيدرس، بس نزل شغل براتب بسيط وأنا كمان نزلت أشتغل عشان نفسي وعشان أساعده وأشجعه، لحد ما اتجوزنا في شقة قانون جديد، وأهله كانوا بيدفعوا لنا الإيجار وأهلي كانوا بيساعدونا شوية. عشنا حياة بسيطة وسعيدة بالنسبة لي، رغم أنه كان طول الوقت برا البيت، يا إما في الشغل يا إما مع أصحابه، لحد ما حصل حمل فسبت الشغل لظروف حملي، بس بعدها اضطريت أرجع الشغل تاني وأنا حامل عشان أساعد شوية، لحد ما تعبت ما بقتش قادرة، فطلب مني ذهب شبكتي عشان يبيعها ويدخل مشروع، وفعلا اديته الشبكة ودخل المشروع وأنا ولدت، لحد ما بدأت أول صدمة. جوزي يا سالي طلب مني بعد الولادة بأسبوع إني أنزل أشتغل عشان هو لسه بيبدأ في مشروع ولازم نساعد بعض، وجاب لي شغل في عيادة دكتور واضطريت أوافق، بس لأني كنت بنت مرفهة جدا في البيت في بيت أهلي. رجعت له بعيط بعد يومين وقلت له الدكتور بيقول لي أنظف وأمسح، أنا عايزة أسيب الشغل. رفض وقال لي لازم تكملي، إحنا بنبني حياتنا ولازم نساعد بعض، فكملت. وبعدها قال لي إن المشروع خسر وطلب مني إني أكمل شغل في العيادة عشان ده بقى مصدر دخل البيت، وبقيت أصرف على البيت وعلى ابننا وعليه لمدة سنة، وأهله كانوا بيساعدوه. بعدين أبوه جاب له فرصة شغل في الخليج وأنا سبت العيادة، وأبويا قال لي بدل ما تدفعوا إيجار على الفاضي خدوا شقة عندي في عمارتي وهتبقى قريبة مننا، وفعلا نقلنا فيها وجوزي سافر لمدة سنة وشهرين، وهم دول السنة والشهرين بس اللي عشتهم باستقرار من الثمان سنين اللي عشناهم مع بعض. بعد السنة والشهرين دول كفيل جوزي جاب مدير عليه، فجوزي ما استحملش ان يبقى فوقي مدير وبعت يقول لي انا هنزل مصر نهائي، بس ما تقلقيش انا عملت علاقات كتير وهرجع اسافر تاني. وقبل ما ينزل كنت نزلت شغل في مكتب، جوزي نزل وكان محوش مبلغ بسيط كفانا لمدة 3 شهور، وبعدين أنا من شغلي عملت مبلغ وقدرت أفتح بيزنس خاص بي من غير مساعدته. في الوقت ده هو حاول يشتغل بس ما عرفش لأنه ما بيحبش يشتغل غير مدير، ولو جاله أي شغل بيقول ده أقل من إمكانياتي وما يوافقش. فضل على الوضع ده سنتين أنا اللي بشتغل وأصرف على البيت وعلى ابني وأجيب له سجايره وطلباته هو وأصحابه، يعني يا مدير يا بلاش.
يعني انت كرامتك ما بتقبلش غير الشغلانه اللي تناسب امكانياتك، بس عادي جدا تقبل ان مراتك هي اللي تنزل وتصرف، يعني تصرف عليك، مش راضيه تطلع، والله الكلمه مش راضيه تطلع، تصرف عليك وعلى بيتك وعلى ابنك. كرامتك تقبل عادي، تقول لها هاتي فلوس اجيب سجاير، هاتي فلوس عشان انا عازم صحابي النهارده على القهوه، وهي يعني تنزل تمسح وتنظف، وهي كانت قاعده في بيت اهلها معززه مكرمه. تعالوا نكمل. فضل كده لحد ما حوشت مبلغ واستلفت من أخويا واشتريت له فيزة عمل بدولة خليجية تانية. ساعتها كنت حامل في ابني التاني وهو سافر يشق طريقه. كان طول فترة سفره يقول لي مش لاقي شغل، وقعد سنة ما بعتليش فيها مليم. بس أنا كان عندي مشكلة تانية يا سالي، كنت حاسة إني لوحدي، كنت محتاجة للحب والاهتمام. لما كنت بطلبهم في اتصالاتنا كان يقولي أنا ما عنديش حاجة أديها لك. بدأ يهملني إهمال فظيع لحد ما رجع وقال مش هسافر تاني. رجع وقعد في البيت في الوقت اللي كان البيزنس بتاعي بيكبر، واتشهرت جدا في مجالي، وفضلت زي ما أنا بشتغل واصرف على بيتي وولادي وعليه 4 سنين. وياريت كان صاين الجميل، بالعكس كان بيعملني وحش جدا، كان هاملني في كل حاجة، كان بينام لوحده كل شوية يقول لي اوعي تفتكري نفسك بتفهمي، انتي غبية. لما كانت تحصل لي اي مشكلة في الشغل ما يوقفش جنبي. فوق ده كله اتفاجئ بامه بتشتكي لامي من عدم نظافتي في البيت، واني مش مهتمية بنفسي، تفاصيل صعبة جدا اني اقولها، وكل ده كان كذب. في الوقت اللي كنت بتحايل عليه واقول له عايزك تهتم بيا، في الوقت ده كنت بشوف اعجاب في عيون كل الناس بره، هو كان بيرفضني. لحد ما اتعرفت على عميل كان طالب شغل مني، عرفني عليه جوزي وقال لي انه هياخد عمولته. الشخص ده عمل معايا الشغل وعرفني على اخته كمان لانه اعجب بشخصيتي، واخته بقت صاحبتي جدا لان ما كانش عندي صحاب، وعرفت مني كل تفاصيل حكايتي، وعيلتهم بقت عيله مقربه ليا. لحد ما في يوم الشخص ده اعترف لي انه بيحبني وقال لي انه عارف اني متجوزه، مش طالب اي حاجه، هو بس يقف جنبي وهيبقى فرحان، هو شايفني بنجح. وبالفعل جاب لي شغل كتير جدا، وانا كنت بحب اسمع اهتمامه بيا وشوف نظره الفخر بيا في عينيه وبس. والله العظيم ما كانش في بينا اي حاجه تانيه نهائي، لحد ما جوزي شافنا واحنا في كافيه كنا بنتكلم في تفاصيل شغل، قام جه فضحني وقال اني بخونه، وصورني وانا قاعده مع الشخص ده، وقال لي لو ما تنزلتيش عن كل شيء حتى فلوس المأذون تدفعيها انا هفضحك في كل حته. وبالفعل اتنزلت وطلقني. الغريبه ان اول ما اتطلقنا امه قررت تجيب له شغل وتدفع فلوس عشان يشتغل، وفعلا شغلته. بقت هي واخته بيشتموني، بهدلوا سمعتي في كل حتة قصاد ولادي، مع إن محدش شاف عليا حاجة. حاولت كتير أبرر له إني ما خنتوش، بس هو مش بيسمع أبدا. لما قلت له ده جزاتي إني وقفت جنبك قال لي محدش طلب منك تقدمي حاجة، ودلوقتي أهله بيجوزوا بنت جديدة. أنا مش عارفة أنا غلطت ولا لأ، وغلطت في إيه. لحد هنا وخلصت رسالة شيماء. قصة شكلها من بعيد إن هي خلصت، بس الأسئلة اللي موجودة جوه خليتها لسه بتبتدي. بدأت تزور دكاترة نفسيين وبتقول إن القصة لسه ما خلصتش. الولدين اللي بينهم بيقولوا إن القصة يعني قصة لسه شغالة، ما في عيال بينا. طب إزاي القصة تخلص؟ وتخلص صح إزاي؟ وإزاي تكون نهاية صحية؟ والسؤال اللي سألته في الأول هو الراجل لما يهمل مراته مش دي بقت مشكلة كبيرة جدا في مجتمعنا وبقينا بنشوفها كتير؟ بس الراجل إن هو يكون ليه نزوات ويهزر، ولما يتكلم عليها أصحابه يسقفوا له، ومعرفتش مراتك أنا كمان، لا معرفتش. بس عندنا النهاردة مشكلة كبيرة قوي، لازم نتكلم كتير. استنونا بعد الفاصل.
قصتنا النهاردة بتطرح سؤال مهم جدا، الست اللي جوزها مقصر معاها في كل حاجة، سواء بقى مصاريف أو حب أو اهتمام، تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ أو لو هي حابه تحس بالتشجيع والاهتمام، تعمل إيه؟ لو شافت الإعجاب في عيون اللي حواليها بس في عيون جوزها، لأ. شيماء بطلة قصة حقيقية النهاردة، حبت واحد من أيام الجامعة، أهلها رفضوه عشان الفرق الاجتماعي، عشان بيسقط كتير في الكلية، بس هي صممت عليه، أصرت لحد ما اتجوزته. بعد الجواز في شغلانة عمر فيها، عايز يبقى مدير، عمل مشروع هنا خسر، خد شبكتها وخسر، سافر الخليج اشتغل شوية، رجع جري ما كملش، أول ما جابوا مدير فوقيه، مراته قعدت تحوش تستلف، جابت له فيزا عمل لدولة عربية تانية، خد سنة ورجع. طول الوقت ده هي اللي بتشتغل، بتصرف على البيت، بتجيب له سجايره. طول الوقت ده لا حب ولا اهتمام ولا حتى علاقة طبيعية بين الأزواج، لحد ما شيماء تعرفت على عميل، جوزها اللي عرفها عليه بالمناسبة عشان ياخد نسبة، والعميل ده قال لها بحبك، معجب بيكي، عايز أساعدك عشان تبقي أحسن، مش عايز حاجة تانية، أشوفك بتنجحي وبس. وفي يوم قاعدين هي والعميل في كافيه بيتكلموا في شغل، جه جوزها صورهم، قال لها هفضحك لو ما تنزلتيش عن كل حاجة حتى أجرة المأذون. شيماء اتطلقت، نزلت عن كل حاجة، ما بقتش عارفة مين غلطان في حكايتها، هي ولا جوزها. عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة، استشاري الطب النفسي، عشان نشوف هنعمل ايه. ازيك يا دكتور حمودة؟ ازيك يا سيل، اخبارك ايه؟ عشان نتخانق النهاردة، نتخانق بعدين. نتمنى. ايه رأيك في قصة النهاردة؟ لو الست جوزها بطل يهتم بيها، تعمل ايه؟ طيب انت عايزة نجاوب السؤال ولا نتكلم على القصة دي بالتحديد؟ انا هموت على الاجابة دي، لانه اكيد في ناس كتير جدا قاعده بتتفرج علينا وبيحصل كده. دي بقت مشكله كبيره جدا في مجتمعنا. وبنرجع نلوم الست، وبعد كده نقول الراجل من حقه والست مش من حقها. لا طبعا هم لو الست بطل جوزها يهتم بيها، فاحنا عندنا طرفين في العلاقه، فالطرفين عندهم مشكله، هو بطل لاسباب عنده وهي اكيد عندها اسباب خلته يبطل، فهما الاثنين محتاجين يرجعوا تاني يصلحوا علاقتهم ببعض ويشوفوا الديفكت فين عشان يرجع الاهتمام يكون موجود تاني. بنصلحها ازاي؟ محتاجين بقى ندخل طرف ثالث هنا، نروح لدكتور نفسي عشان يساعدنا ان احنا نصلح العلاقه اللي باظت ما بيننا، ونخلي وجهه النظر تبقى تاني، ترجع لو قال حاجات مش منطقيه، اصل هي مش مهتميه بالبيت، انت مالك، انت مش مهتميه بالبيت، انت مالك، اصل الترابيزه مش نظيفه، اصل مش مهتميه بنفسها. طب هو الراجل بيتلكك ده، وهو الراجل بيتلكك ده بيتلكك كده من اللف لله؟ يعني صحي من النوم بيتلكك ولا عنده اسباب وتراكمات خلته يقرر انه يتلكك؟ هي لاقيه وقت ان هي تشوف شغلها وتشوف العيال وتشوف البيت وتلبس لك. برضه هتتكلمي بشكل عام ولا عن شيماء؟ عن شيماء. طيب عن شيماء، انت عندك ثلاث شخصيات اساسيه ومحوريه في القصه دي. مين بقى الشخصيه الاساسيه المحوريه الاولى؟ اللي هي الام. أم مين؟ أم الزوج. أم الزوج دي شخصية محورية جدا، وإن جميل. كان هي كلمتين ثلاثة اللي اتقالوا عنها، ولكن هي دي الشخصية المحورية اللي خلفت الزوج ده. كيادة الزوج ده. هي كيادة طبعا، برافو عليك. بس هي مش بس كده، الأم دي هي اللي وراء كل حاجة حصلت في القصة ليها علاقة بالزوج. هي اللي خلت ابنها يبقى شخص اعتمادي، لأنه الزوج ده عايز يبقى مدير يا جدع، هيبقى مدير في ثانيه. الشخصيه الثانيه وهو شخصيه اعتماديه، وعايزين نتكلم عنه بالتفصيل، لان الشخصيه الاعتماديه دي هي نتيجه ام. يعني هو ما اتولدش اعتمادي. الشخصيه الاعتماديه دي ما بتتكسفش على دمها ومراته بتصرف عليه؟ لا، ما والله عادي. لا، ما حدش طلب منك تضحيات يا بجحتك. ده نتيجه ام، ده يعني ناتج عن تربيه ام خلت الشخص ده يبقى اعتمادي، وخلت التصرفات اللي بيعملها اللي زوجته بتستنكرها دي هو شايفها حاجه عاديه. بس شيماء مش ماما يا حبيبي. هو شايفها حاجه عاديه. انا مش ماما يا حبيبي. شيماء بقى الشخصيه الثالثه المحوريه، اللي هي تبدو انها مظلومه، في حين ان شيماء خليني اقول لك خاينه. ليه؟ حضرتك هي عندها مشاعر تجاه الراجل ده. لا. وبتقول لك ده مهتم بيا وبدا جبتها التفزيع. انا قاعده عماله عندي مشاعر متضاربه. طبعا هي خاينه، هي زوجه بس خاينه. بس هو قال لي، هو قال لي يعني ان هو هي جايه تشتكي دلوقتي بعد بس هي بتقول ايه؟ هو عايز يشوفها بتنجح وبس. تنجح وبس، حتى لو تنجح وبس، هو طبيعي انها تنزل تقابل الراجل حتى لو شغل من غير ما تقول لجوزها. تخيل عشاء عمل. عشاء عمل من غير ما تقول لجوزها. من غير ما تقول، من غير ما تقول خدي عيل بالعيال طب يتعشى معاك. اي حاجه يعني. لا
هي قررت انها تنزل تقعد مع الراجل وتقابله وتخرج معاه. انت عارف ان في مجتمعنا لو راجل نزل مع عميله وعارف لو العميله بعتت له الساعه 3:30 تقول له انت نمت النهارده كويس او تصبح على خير, اصل هنكسب من وراها كتير, البيت هيتخرب. خلينا اكمل معاها وانت فاكره ان انا بيني وبينها حاجه, ده انا بس بجريها بكلمتين. ايوه ماشي, بس مراته الست اللي تسكت بقى, مراته هتقول له كده وهو هيقول لها كده. هي هنا ما قالتش حاجه لجوزها اصلا, يعني هي هنا ما قالتش حاجه لجوزها اصلا, هي تنزل تقابله من ورا جوزها من غير ما تقول حاجه. مش هو اللي جايبها لها عشان تاخد عموله؟ وبدا في شفت مشاعر. ربنا يعني انت اللي جايبها لها عشان تاخد منها عموله؟ ده ومش بس كده, بدا في مشاعر تتكون تجاه الراجل وتقول لك ده مهتم بيا. هو الراجل ما بيحسش ان مراته فيها حاجه زي ما احنا بنحس ان لا, هو حس طبعا حاجة. هو حس ان في حاجه وعشان كده شافها نزل يصورهم بس طبعا, يعني هو ما بقاش في حاجه من ناحيه شيماء. ما هو الراجل اللي يستنى ده مرتب انه ينزل يبص عليها ويصورها. هو العميل ده ممكن يكون اصلا عميل اجير؟ لا لا لا, هو مأجره جاي من ناحيته. دي افكار بارانويد. دي افكار بارانويد. ليه بارانويد؟ ده مامته بالكيد ده وهو باعتمادي كده انا افكر في اي حاجه. صعبه. هو خليني اقول لك ان هو قاصد انه ينزل ويتابعها ويصورها, بس مش العميل, مش حاطه في سكه. هو في راجل عنده نخوه في الاخر يقول ان شيماء وحشه, يعني لا بالعكس. طب وفي راجل عنده نخوه ورجوله وكده يصبر على مراته كل ده لحد ما يصورها؟ ما هو عايز يصورها عشان دي خطه وعايز عشان يخلص منها بالظبط, وعشان امه هي اللي قايله له كده. يعني هو الطبيعي ان هو لو شخصيه زي ما انت بتقولي راجل عنده نخوه بتاع هيروح يتخانق وهيبهدل الدنيا في الكافيه. لا مش هيتخانق, هو ممكن كده. لو هو بيحبها يوعيها ويرجعها ليه. هو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي, هو صورها هو عايز يخلص وقال منها لها وقال لها هتطلقي وتتنازلي عن فلوس المأذون, وامه راحت اتجوزته ستها زي ما بنقول. مين ست اللي هو ده؟ انا هطلقك ده وهتجوز ستك, عارفه كده. هو بالظبط امك اللي قالت لك كلمتين دول. انا عارفه. ايوه بتبقى الست بتبقى عارفه ان ده مش كلامك. اللي عامله كده تماما. خدي بالك ده ملوش علاقه بالراجل نفسه. الراجل نفسه دي مش طريقه تفكيره, ده شخصيه اعتماديه. يعني امه كانت عارفه القصه, امه كانت عارفه القصه بتاعت شيماء دي وهي غالبا. خدي بالك بقى, الراجل ده شخصيه اعتماديه فاشل من البدايه, من الدراسه وهو فاشل, وكان بيسقط في الكليه وهي اصرت عليه واختارته وهو فاشل, وكان اعتمادي وهي اختارته وهو اعتمادي. اعتمادي على اهله اللي كانوا بيدفعوا الايجار بتاع البيت. ما ينفعش يشتغل لمدير لا, واهله كانوا بيدفعوا ايجار البيت. بس انا عايز اسالك حاجه, هو دي زي موافقه عليه اعتمادي, يعني هي مختاراه اعتمادي. ده زي ملكه النحله اللي كنا بنقول عليها, اللي الراجل بيشوف واحده ناجحه فيجيبها الارض. لا هو ما كانش شايفها ناجحه ولا حاجه. مولي. هي اللي منقياه شخصيه اعتماديه في عيوب وهي مختاراه كده. ليه بقى؟ وموافقه عليه كده عشان هي شخصيتها اقوى وعايزه تفرض شخصيتها. انت متحامل قوي على شيماء. ابدا ابدا. اقرا القصه. سيدي الفاضل هتقولك اربع مرات. هي قالت في القصه ايه؟ خدي بالك, قالت في القصه ان هي اشتغلت ونجحت وعملت البيزنس بتاعها وحوشت, شخصيه قويه, ومختاره شخصيه ضعيفه واصرت عليه عشان هو بالنسبه لها ده الزوج المريح. ليه؟ اللي هي كانت مختاراه. مريح في الاخر بقى؟ وفي الاخر هي اللي خانته, مش هو اللي خانها. يعني هي مختاره شخصيه ضعيفه. ما خانتوش برضو. لا دي خيانه. يعني ايوه, دي خيانة. النزول مش حلو بس مش خيانه. لا خيانه طبعا. هو الخيانه ايه بالظبط؟ طالما بدا يبقى عندها مشاعر تجاه الراجل ده. مين قال لك ان هي عندها مشاعر؟ ما حلفت وقالت ما عنديش مشاعر. هي قالت ان هو مهتم بيا وانا مهتميه, بدات ادي اهتمام. خدي بالك, احنا بنقدر نتحكم في مشاعرنا ولا ممكن نحب اي حد في اي وقت؟ خدي بالك بس. طب رد على السؤال ده. احنا ممكن مش انا ممكن فجاه الاقي نفسي بحب حد تاني او بحب حد. لا طبعا, لو احنا عندنا حدود يعني ما بوصلش. يعني انا في شخصيتي عندي حدود, ما بوصلش حد انه يقرب مني لدرجه ان انا يبقى عندي تجاهه مشاعر. افرض ما قربش وانا بنيت سيناريوهات مريضه في خيال. يبقى انا اللي عندي مشكله. انا اللي محتاج اتعالج. طيب يبقى انا اللي محتاج. بس احنا ممكن افرض انا مجبره اني اشتغل مع الشخص ده وانا متجوزه, كان ممكن احط حدود واخلي العلاقه بيننا تبقى واضحه وصريحه, والعلاقه علاقه شغل وفيها احترام اكتر من اي حاجه. ممكن اصارح من غير ما يجي يقول لها اصلا انا مهتم بيكي. طب ممكن اصارح الطرف الثاني اللي هو جوزي بقى اللي هو الطرف الاول واقول له انا هضيع منك. طبعا الحقني. جميل, ده كان لازم يحصل. كان لازم تروح تقول لجوزها كده وتقول له كذا وتاخده معاها في الميتنج مع الراجل. ولا تبقى كياده. ما كانش هيعترض. ولا تبقى كياده زي مامته وتقول له بقول لك ايه, نسيت سيدك دلوقتي بيبص لي. وكانت ممكن تتلعب كده. انت واخده بالك بس ان هي من الاول مختاره الشخصيه دي وعملت كل حاجه. هي اللي مسيطره, يعني هي في العلاقه اللي مسيطره. هي اللي في العلاقه اللي ليها الابر هاند وليها الدومينيشن. هي وشايفاه طول الوقت فاشل. استني هي بس معايا. ابر هاند ماشي. انا هقول لك ليه, عشان هي انجح منه. وهي مش عشان لا حاجه. لا حرام. هي اللي مختاره كده. ما هي مختاره كده وشايفاه طول الوقت فاشل وبتنقضه طول الوقت,
وبتقول انه راح وفشل في السعوديه وراح وفشل في مش عارف فين، وودته دوله خليجيه وسنه ونص وما استحملش وعايز يشتغل مدير طول الوقت، فهي مختاره كده وعماله تنقده. وبعدين بعد ما اختارته كده، انت ما قلتش عليه الاعتمادي، خليني اقول لك حاجه، قلت عليها هي العبر، خليني اقول لك حاجه ثانيه بس. بتقول لك هو سافر سنه ونص صح؟ وكانوا اكتر سنه ونص عشتهم مستقره في حياتي. وانت مبسوطه ان انت عشتي من غير جوزك؟ انا مش فاهم يعني، حتى التعبير بتاع الجمله كانوا اكتر سنه ونص مستقرين في حياتي في 8 سنين. حضرتك ما اتطلقتيش ليه من الاول طالما احسن على وقت؟ على فكره هو باين قوي، هو باين قوي ان هي بتحبه على فكره. فين بتحبه؟ دي 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 متغاظه، دي مكاده، دي بتموت عشان هيتجوز. لا ما تقولوا ما كنتكش، وانا لو ما بحبوش وشافني مثلا لو انا مكان شيماء هقول له انا ما كنتش ده، انا خنزك عشان اغيظك. وهي اللي بتحب جوزها هتوافق انه يسافر سنه ونص وتقول لك دول كانوا اسعد سنه ونص في حياتي، اكتر سنه ونص كانوا مستقرين في حياتي. ممكن تكون عشان فاكره ان هو في دوله خليجيه، فعشان استقرار عشان بيجيب لنا فلوس واحنا مرتاحين، عشان غيره. فهو ممكن يكون او ممكن يكون في دوله منغلقه قوي ما بينزلوش كتير مع بعض، عشان هي عايشه من غيره، عشان هي عايشه من غيره، فهي قاعده في مصر وبتشتغل على فكره. انت متحمل عليها على فكره؟ ابدا انت غايزني والله، ابدا والله غايزني. وبعدين بقى خدي بالك، هو امتى بدات تفكر ان انا غلطانه؟ يعني هي ما فكرتش لما، لا لا هي ما قالتش انا غلطانه، خلي بالك هي بتسال انا غلطانه ولا لا. ما هو لو سمحت هي بتسال. امتى سالت السؤال ده؟ مش عشان هي قابلت الراجل التاني وقعدت معاه في الكافيه، لا هي بتسأل، ولا عشان هو صورها وعشان مش عارف ايه، لا عشان اتجوز ست ستها زي ما احنا بنقول. يعني عشان دخل واحده تانية، هو لسه ما اتجوزش على فكره، هو لسه ما اتجوزش، ما ماتش فيها، هو لسه ما اتجوزش. انت واخده بالك بس هي ايه اللي خلاها تفكر تسال السؤال اصلا؟ لا هي عشان هي ملاحظه ان هو بدا ينجح. بالظبط كده. طب انه بدا يختار واحده تانية وبدا يتجوز. انت جاي تنجح دلوقتي؟ بالظبط. اشمعنى؟ بالظبط هو ده. هو ده. بعد ما انا بعد ما صرفت على اصحابك وعلى سجايرك وعدتك في القهوه بص الذل، بص الذل. هي كانت بتذله في المسج. انت شايفه الرساله؟ يعني الرساله دي بصرف عليه وعلى ابنه وعلى سجايره وعلى اصحابه. يعني الست الشاطره تصرف من غير ما تقول؟ لا طبعا، طبعا ده ايه؟ ده ذل. لا بقول لك، لا طبعا ده ذل. اللي هي بتعمله ده في القصه ده ذل، وهي بتبعت عشان تقول لنا ان هو فاشل وان هي كانت مستحملاه بفشله. خليك معايا بس، احسن منك واغيظك وان انا كنت مستحملاه بفشله، وفي الاخر بعد كل ده راح يتجوز عليا. ما بتقولش بقى انها خانته؟ ما بتقولش بقى انها كانت شايفاه طول الوقت قليل؟ ما بتقولش بقى ان هي كانت مبسوطه وهو بعيد عنها؟ ما بتقولش بقى ان هي اللي كانت بتطفشه؟ على فكره انت غيظني يا دكتور، هل ده مبرر؟ لا قولي لي، هل ده مبرر للخيانه؟ هي كانت خيانه؟ ايوه دي خيانه. ده شغل. شغل ايه بس؟ اللي خلي بالك إيه الطريقه غلط. حست انه التاني بيفليرت او بيقرب منها. ده هو اللي معرفها عليه. هي وازنت فليرتنج. هو بس كان بيقول كلمتين، انه فخور. انت شايفه ان دول كلمتين؟ لا طبعا ده استعباط، ما انا مش هكذب ماشي، بس شايفه انت متحامل قوي. هي شايفه انه هو بيفليرت، مش توقفه عند حده؟ مش تجيب جوزها تقول له في كذا وكذا؟ طب انا مفيش جوه. مش تقول له انا بضيع منك زي ما انت قلتي من شويه، الحقني. أي ما مفيش جوه. حاجه ما عملتش حاجه. طب ما قالت له اهتم بيا وتقعد تكلمه ويقول لها ما عنديش. كل اللي عملته ايه؟ مفيش. كل اللي عمل. طب ماشي، هو بيقول لها كده. هي بقى تحاول تخليه شخصيه مش اعتماديه. ازاي؟ خدي بالك هي كملت على ازاي؟ طب هقول لك، هي كملت على اللي الام بداته. الام بدات انها تخليه شخص اعتمادي من هو طفل، وان هي اللي بتاخد القرارات، وبيسقط وهي اللي بتزقه، وبيتجوز وهي اللي بتزقه. هو معتمد على امه طول الوقت، وبينام في اوضه لوحده، بس هي ما قدرتش تسوقه. هي ليه بقى ينام في اوضه لوحده؟ هي بقى اسمعني، هو الراجل بينام في اوضه لوحده في اي حالات. طب اسمعني بس، خلينا نكمل. هي بقى اتجوزته اعتمادي، كان ممكن لو هي مقرره انها تغيره تغيره، تخليه يعتمد على نفسه، تخليه راجل. وكان هو اعتمد، استني بس، هو اعتمد عليها فتره الخطوبه. استني بس، اعتمد عليها وهي، هو اعتمد عليها وهي سابته، اعتمد عليها. يعني هي كملت اللي الام بداته. وايه المشكله لما اعتمد عليها؟ عشان كده بنقول ان الشخص الاعتمادي نتيجه ام خلت فيه اعتماديه، ربته على الاعتماديه، وزوجه سمحت بان الاعتماديه تستمر. هل تعلم ان في الجواز دايما احنا بنبقى شركاء مع بعض، وانه في ستات تقول لك انا لو جوزي عارف يجيب الشراب من غيري وحياته ما انتهتش وانا مش موجوده انا اتاثر جدا؟ وفي ستات فعلا بتتعمد ان هي تخلي جوزها كده يبقى قاعد تايه، يبقى اعتمادي عليك. تعالي عشان عايزك، يبقى اعتمادي عليك. تعالي عشان وحشتيني. تعالي عشان عايزك، بعمل مشروع هاتي سيختك. وبعدين بعد هي شويه لما اديته دهبها كانت غلطانه. طبعا يعني انا لو جوزي بس هي هو هي بس اتفق، هي اديته دهبها ده حب ده. هي فعلا اديته دهبها زي ما هي بتقول، ولا اديته كده حاجه يعني من الذهب؟ اكيد اديته حاجه من جوه. وانا عندي جوه. امال هي حوشت ازاي؟ معلش خلينا برضو المنطقيين، حوشت ازاي فلوس اذا كانت دهبها؟ كلها ليه؟ دي فلوسها. مش هي بتقول ان هو قال لها هاتي الفلوس فاديته ذهبها وبتاع؟ أيوة.
طيب امال هي جابت منين الفلوس اللي عملت بيها المشروع بتاعها؟ هي بتحبه جدا يا حمود. يا ستي جاوبي السؤال. بعد اللي خلفها اسبوع، في ست تنزل بعدها باسبوع عشان تكمل. هي عايزه تحسسنا ان هي ست مقهوره ومقصوره. ايوه احنا مشروع الجواز ده. طيب مشروع تاني، جاوب السؤال. هي بتقول ان هي اديته الفلوس بتاعتها واديته ذهبها باعه، صح؟ جابت منين الفلوس اللي هي حوشتها اللي عملت بيه مشروعها؟ ما هي مقتدره ومستواها المادي كويس. زعلانه قلت عايزه تديها فلوسها كلها. دي ناصحه ان هي ما عملتش كده. طيب يعني انا ما حد يجي يطلب مني فلوس اديله فلوسي كلها؟ ماشي. ولا خلي شويه معايا؟ يعني هي اديته حاجه بسيطه كده عشان هو ماله، هو اصلا مالوش الاولاد، فانا اديت لك شويه. وتقعد تذله. وهي غلطانه اصلا انها اديت له. ليه بقى؟ وهي غلطانه انها اتجوزت الراجل ده وهو اعتمادي، بس هي اللي اصرت انها تعمل كده ومختاره اعتمادي عشان تفرض شخصيتها عليه. انت عايز ايه؟ وطول الوقت عايزه تحس انها معاها جنبه. انت عايز ايه؟ مش عايز حاجة. هي بتحبه. وانت كده انت دمرت لي القصه كلها في قصه. هي بتحبه يا حموده. بتحبه وبعدين هو مرايه الحب مش عامية. اللي بيحب حد ده محتاج يخليه اعتمادي عليه ولا محتاج يخليه يكبر ويقف على رجليه وينجح؟ طب ما هو ده، ما انت بتعتمد عليا عشان نقف. على انت بتحب ابنك فتخلي ابنك اعتمادي عليكي، لا ولا بتشجعه وبيعتمد عليا فتخليه يقف ويعتمد على نفسه عشان تبقي فخوره بيه؟ طب ما هي حاولت. الام عملت كده، خلت الولد اعتمادي عليها، وهي خلت الزوج لما اتجوزته اعتمادي عليها، والنتيجه في الاخر انه ما بقاش مالي عينيها، فراحت تنجذب لواحد تاني. يعني هو مش مالي عينيها وهي بتقول له انت نايم لوحدك ليه؟ مش مالي عينيها. يا سلام. ايوه ليه بقى؟ دي قصه بعتها لنا، يعني هو دي وجهه نظرها. بصي من وجهه النظر يعني هي مقهوره القهره دي كلها وهو مش مالي عينيها. طب على فكره هو مش مالي عينيها ما يتجوز من بكره. ستي بقول لك انا هجيب لك 60 ستي، بس سيبني في حالي. هي عايزاه. هي متغاظة. هي بدأت تتغاظ امتى؟ لما مامته بدأت تتغاظ. لما مامته جابت واحدة تانية، ولما بقت حرب ستات في بعض كلها مع بعض، وطلعها وطلعها انها غلطانة ووراها انها خاينة، وهي بدأت هنا تتغاظ. لكن قبل كده ولا كان في بالها. يعني هي متغاظة عادي خالص، كانت مكملة. استنى هسألك، هي متغاظة ان هي شكلها خاين؟ هي متغاظة ان بعد كل التضحيات دي هي طلعت غلط؟ بالظبط. وبعد بقى تسألنا هو انا غلط ولا صح؟ غلط. بس هي حاسة انت غلط. غلط ده السؤال. لا هي مش غلط. لا غلط طبعا. طبعا هي غلط. هي خليته اعتمادي وده غلط. هي سمحت ان واحد تاني يخش حياتها وده غلط. ما دخلش حياتها، ده كان شغل. والله دخل حياتها. هي بتقول لك حتى كان بيقول لها كلام ويقول لها انا معجب بيكي. ويعني انا لو مديري قال لي انا ببقى فرحان بيكي جدا وبحبك جدا، بس كانسانه، مش بتحبني كامراه، مالكش دعوه بيا، بحبك كانسانه وبرافو فرحان بيكي. وانت شايفه ان هو كان بيقول لها ده كانسانه؟ ما كانتش ذكرته في القصه، ما كانتش شافت انه لا ده مش عارفه ادافع عنك. خدي بالك قد السمسمه. خدي بالك ان هي غلطانه في الاعتماديه، وغلطانه في اللي عملته، وغلطانه حتى في الاخر، حتى في التصرف بتاعها في الاخر، اللي هو بقى ايه، انا بدات اتضايق ان هو راح يتجوز واحده ثانيه. طب احنا خلصنا القصه وهي ايه؟ اتطلقت واللي حصل حصل، معانا عيلين. تفتكر العميل ده ممكن يتجوزها؟ ممكن جدا. إيه تحصل كتير ولا انا حاسه انه خلع؟ لا بتحصل كتير، انه ممكن بعد ما هي تتطلق تماما يقول. طب ما هي لو بتحصل وهي مش زعلانه، هي بعتها بتندب حظها ليه؟ يبقى خلع. يبقى هو بعد ما هي اتطلقت فعلا. لا مش ممكن. التاني خلع، فهي قاعده بتندب حظها. ده اخته، لأنها اخته صاحبتها كده، والعيله قريبين من بعض كده. ما هي ما طلبتش حاجه، امال متضايقه ليه؟ طيب هي ما تتجوز بقى التاني بقى اللي هو الجميل ده الظريف ده اللي بيفرح بيها اللي بيفرح بنجاحها ده وبيشجعها، ما اتجوزتوش ليه؟ دكتور حموده، هي شيماء بعتت القصه ليه؟ بعتت القصه عشان نريح لها ضميرها، فاحنا عذبنا لها ضميرها زياده. دكتور نفسي مش هزار يعني. اصل المشكله ان شيماء مش جايه في العياده. بس لو شيماء جايه في العياده كان ردي هيختلف، لكن هنا احنا بنحاول نحلل الشخصيات عشان نطلع بخلاصه في الاخر. عايزين نعلم الناس حاجه. إيه؟ انت عارفه شيماء في العياده كنت هطبطب عليها وهقول لها كلام تاني مختلف، واحاول اقلل تانيب الضمير اللي عندها، واقول لها خلاص هو اختار. ليه؟ لان هي جايه عشان هي منهاره وجايه عشان نساعدها نفسيا. لكن هنا احنا بنتكلم مع مشاهدين كتير، لازم يشوفوا القصه من كل وجهه النظر، مش في العياده والباب مقفول ومفيش حد تاني. انا مش بقول الكلام ده لشيماء لوحدها. خدي بالك في كلام يتقال لعيان وعيان تاني بنفس الظروف هقوله كلام تاني، مع انه بنفس الظروف. كل عيان انا بختار له كلام معين يناسبه شخصيته. فانا لما بالظبط، انا بقى لما اتكلم لمشاهدين كتير غير لما اتكلم مع عيان في العياده. شيماء لو جتني في العياده الكلام هيبقى مختلف تماما، وهطبطب عليها واقول لها انت معلش وانت غلطانه، بس كان المفروض عملت يعني كذا وهو غلطان. يعني انت عندك تخوفات ان احنا نبرر ان الخروجه دي كانت بريئه؟ طبعا. عشان هندمر مجتمع. طبعا عشان انت بيتفرج عليكي ناس كتيره. طبعا انت مش بيتفرج عليكي شيماء لوحدها. لو شماء لوحدها كنا نقول لها معلش وربنا غفور رحيم، وبعد كده هقرص لها ودنها وابقى اتكلم معاها بعدين. بالظبط كده، في تاني وتالت ورابع جلسه، مش هتكلم في اول جلسه، وممكن ما اتكلمش في تاني جلسه، وافضل كل ده بحاول بس اخلي ضميرها يبطل ايه؟
يأنبها، بمجرد ما تبدأ تبقى أحسن هقول لها لا تعالي بقى أنت كنت غلطانة في كذا وغلطانة في كذا. باباها ومامتها ما ظهروش ليه بعد الطلاق؟ لكن إحنا دلوقتي عايزين نقول كل حاجة في لقطة. طب باباها ومامتها فين بعد الطلاق؟ هما ما لهمش دور في حياتها غالباً. هي ليه مش موافقوش في الأول وهي مشت رأيها؟ ده يقول لك إن شيماء شخصية قوية ومتسلطة. هو ليه ده متسلطة؟ عشان أي واحدة مسكت في واحد وبتحبه ومشت رأيها على أهلها ويعني وبدأوا يدفعوا لها فلوس كمان عشان تعيش مع جوزها ويدولها شقة. بص بقى الجبروت خد اللي بعدها ويدولها شقة تقعد فيها عشان يوفر العمارة عشان ويعني ما انا بدكم ده معنى. طيب ما ده معناه ايه بس؟ ما ده معناه ايه؟ شيماء نوع شخصيتها ايه؟ شيماء شخصية مسيطرة. انا مش واضح بالنسبة لي في القصة شيماء شخصيتها ايه؟ بس انت خدتش بالك ان في سمات الشخصية النرجسية؟ لا انا جميلة ومستواي المادي وبنجح وبفرح وقاعد وما بيعملش حاجة وبجيب له سجاير. هي شايفة نفسها شوية بس ده ما يقولش انها عندها سمات شخصيه نرجسيه. ولكن قد تكون عارفه قيمتها يعني. قد تكون قد تكون واثقه في نفسها، قد تكون اوبسيسيف بيرسوناليتي شويه، شخصيه وسواسيه. اصل الاهل ما ظهروش يعني لو واحده في الوضع ده وجوزها صورها وهي قاعده في كافيه باباها هيبقى ليه رد فعل غريب يعني اصلا اتطلقت ورجع لنا معاكي عيني وقاعده في الكافيه تعالي لي. انا في عيان عندي لسه مكلمني نفس القصه بالظبط حصلت معاه. لا مراته قاعده في الكافيه وصورها وكلمها وقال لها نفس الكلمتين دول. عمل ايه؟ قال لها تدفعي قورة المأذون؟ لا. ولا قال لها ايه؟ لسه بقى هو مش عارف ياخد قرار فجالي عشان يقول لي يعمل ايه في موقف زي ده. يعمل ايه بقى انت في موقف زي ده؟ قلت له ايه؟ طيب الموقف ده ما كانش اول موقف، كان في موقف قبل كده شافها مرتين؟ كان في موقف قبل كده كانت بتكلم نفس الشخص وهو عارف انها بتكلم نفس الشخص وانفصلوا شويه ورجعوا تاني على اساس ان القصه دي كانت غلطه ومش هترجع لها تاني. هو الراجل ده بيسموه ايه؟ فدي تاني مره تكرر الموقف. تمام؟ ما هو الشخصية الاعتمادية كده. لا ده بيسموه ايه بقى في علم النفس؟ يعني هو شخصية اعتمادية ومعتمد عليها عاطفيا، عكس جوز شيماء كان شخصية اعتمادية بس معتمد على مين عاطفيا؟ على امه. فعشان كده ما فرقتش مع شيماء نفسها. ده كان بيحبها قوي كده. لان اعتماده الاساسي على مين؟ على امه. خدي بالك اللي بتسمح ده شخصية اعتمادية وكان ليه تاريخ مرضي بتعاطي مخدرات. فعشان كده. طب دي وقفت جنبه. مستني بس ما هي وقفت جنبه وهو بيتعاطى مخدرات عشان هو شخصيه اعتماديه، وبعدين لما تعافى من المخدرات والامور اتصلحت حبت واحد غيره. انت حوله يعني. احنا اللي ضاربينهم ده المسدس وقف على رجله وراحت حبت واحد غيره وانفصل عنها فتره واعترفت انها غلطانه وبعدين رجع تاني قابلت الراجل ده وصورها. هنا بقى تفتكري لما ده تبقى تاني مره مع نفس الشخص هو ما انتكسش ورجع للمخدرات؟ دي اول سؤال. ورجع للمخدرات تاني سؤال لما يبقى مع نفس الشخص. لا لانه بدا يتعالج نفسيا وبدا يبقى واثق في نفسه وبدا ما يبقاش اعتمادي. هو لما وقع اول مره مع المخدرات كان اعتمادي. خدي بالك من اكتر الشخصيات اللي بتدخل في تعاطي المخدرات هي الشخصيه الاعتماديه. تمام؟ فعشان كده هو كان بيتعاطي مخدرات، وهنا لما بدا يتعالج نفسيا بدا يقف على رجليه فما وقعش تاني مره وما نهارش لما لقاها بتقول. طب هو كان مقصر معاها في ايه؟ بس تفتكر انا قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ هنا القرار بتاعه، انا ما اقدرش اخد له قرار، بس المعطيات اللي هو بيقولها دي مخلياني عندي فرصه ان انا اتكلم انه خانته اول مره ودي تاني مره مش مع نفس الشخص. مش عايز تقوله سامح؟ ما على فكره دي طيبه. ما هو سامح اول مره، ما هو سامح اول مره. معلش. وتاني مره بقى هيسامح لحد امتى؟ عشان البيت ما يتخرب. طيب انا في العياده قلت له ده قرارك في الاخر وانت اللي هتقدر تختار الاختيار ده. لو كنا قبل كده قبل ما ناخد العلاج النفسي كنت انا اللي هختار. تمام؟ وهقول لك اعمل ايه وازقك عليه. ليه؟ عشان انت كنت شخصيه غير ناضجه ساعتها وكنت لسه شخصيه اعتماديه. طب هو كلامك لكن دلوقتي انت بقت شخصيه مستقله. اختياره بقى بعد ما اتعالجت نفسيا فاختار. ايه اختياره بقى؟ اختار انه ينفصل. وهي سكتت كده عادي؟ لا ما هو مش هيسكت بقى، هو هيروح لاهلها ولسه القصه ما شفناش اخرها ايه. وانت موافق انه يروح يفضحها قدام اهلها ولا ايه؟ لازم يقول لاهلها طبعا. ليه؟ عشان هو اتجوزها من بيت اهلها. هو اتجوزها من الشارع. انت لازم تقول لهم ان هي انت قفشتها في الكافيه، ما تطلقها باحترام وخلاص. يعني هو شافها مع واحد تاني كانت بتكلمه قبل كده وكان في حوار عاطفي بينهم وكانت بتحبه. تمام؟ فهو لما يجي يطلقها. طب شلها ان هي وقفت يا اخي جنبك. حلو هيطلقها. ما تفضحهاش. هيطلقها باي مبرر. مش محتاجها تاني. ما تلزمنيش وبسألوها ايه الاسباب وامشي. طب ما ينفعش تبقى بالنخوه دي واسألوها ايه الاسباب. لا لا خالص، واسألوها ايه الاسباب هيبان ان مين اللي عنده المشكله. يعني ولو انت فارق معاك. طبعا. ليه فارق معاك منظرك ليه وانت مطلق بقى؟ لا طبعا، عشان انا داخل واخدها من بيت ناس محترمين، فانا وانا بنفصل. طب تعمل لها مشاكل لازم اكتر من كده ليه؟ يعني طب يعني احنا ناخد بعض كده احنا الاثنين ونروح للمأذون واطلقها واهلها دول ما لهمش لازمه؟ ماشي. وناخدها من الشارع.
وانا واخدها من الشارع ما ينفعش طبعا. يعني هي لو واحده بنت لها من بيت اهلها، لو واحده الراجل المحترم لما يقرر يطلق مراته اللي متجوزه من بيت اهلها ما يروحش يطلقها الا لما يروح لابوها ويقابله ويقعد معاه ويقول له بنتك كذا وكذا وكذا، وانا مش قادر استحمل ده، ممكن العيب عندي ممكن العيب عندها بس انا مش قادر استحمل ده واحنا محتاجين ننفصل. طب ما يروح لابوه، فانا جاي ما بياخد ابوه معاه زي ما خد ابوه هو بيخطبها، بياخد ابوه هو بيطلقها، هو ده الصح. لكن ياخدها كده منها نفسها ويروح يطلقها ليه، هو جايبها من الشارع. طب والست بقى لما مش تيجي الاهل دول لازم يسالوا عليها؟ الست دي لما تيجي بقى تتطلق المفروض وهو خانها او لينا زوات او قفشته مره واتنين، تروح تقول لاهله انا بتطلق منه عشان هو خاني و و و لما يبقى عندها حق وهي ماسكاه بيخونها، هي محتاجه انها تعمل كده اذا كانت قررت تعرف العيال والعيال تتعالج نفسيا. العيال والواد يقول امي بتكلم حد تاني وابويا بيكلم حد تاني، العيال مالهمش دعوه، العيال مالهمش علاقه بالموضوع. العيال القصه دي ما تخصهمش، دي قصه تخصني انا إزاي؟ وتخصها هي وتخص اهلها اللي انا رحت بيتهم اتقدمت لهم. ما احنا ضحاياكم، العيال ما احنا ضحاياكم، بس مش هنقول لكم ان امكم كانت بتخوني. مش هقول انا كأب مش هقول كده. طب اكيد لما هيقول قدام اهلها اكيد هيقعوا بلسانهم في مره والعيال هتسمع. لا مش هيقولوا كده، ليه هيقعوا بلسانهم؟ بالعكس يعني اهلها مش هيهزقوها ويربوها خالص، ده اهلها عندهم دينايل فوق ما انت تتصوري. لا بنتنا مقدمه، لا بنتنا ما تعملش، لا بنتنا مش عارف ايه، عشان كده هو راح صورها. الست لما جوزها يهملها واقول له مره الحقني انا بضيع، الثانيه انا الناس معجبه بيا وشايفيني حاجه كبيره قوي وانت الوحيد اللي بتقلل مني، الثالثه انا محتاجاك جنبي خلاص وما عملش حاجه، تتطلق بقى بمنتهى الاحترام كده؟ تقول له بمنتهى الاحترام ما تنزلش تقعد في كافيه تقعد يعني عشان تروح تخونه ولا بمنتهى الاحترام تتطلق؟ يعني بذمتك تروح تخونه احنا نبرر الخيانه ونسامح بالخيانه ولا انها تقول له بمنتهى الاحترام؟ معقول يا دكتور حموده غلطه صغيره قد كده؟ الحب ده غلطه صغيره قد كده يبني عليها الطلاق؟ الحب ده رصيد، كارثه. الحب ده رصيد، اذا كان قالت له مره واثنين وعشرة وهو ما بيغيرش فرصيده خلص اكيد. طب انا بحبه ومش عايز اطلق، اكيد تنسحب من الطلاق. انا بحبه وعايزه منه الاهتمام، يبقى يعني تلتزم باحترامها لنفسها واحترامها لعيالها واحترامها لبيتها واحترامها للدنيا. سؤال هساله لك قبل الاسئله المحوريه اللي هنختم بيها، الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش؟ بيطلب. ايه ده يعني بجد؟ يعني انا اهتم بيا حبني احسن. أيوة لك أيوة، ايوه ايوه ايوه. سيبك من حكايه في حاجات تتحس وما تتقالش بتاعت نانسي عجرم دي، لا خالص بالعكس ده غلط. والفنانه اليسا خد بالك عليا، لا يا فندم، لا يا فندم، حضرتك لما تبقي محتاجه اطلبي، لانه احنا الرجاله كده مش عيب ما يقللش مني. في كتاب اسمه رجال من المريخ ونساء من الزهره، ده واحد من القواعد الاساسيه للتعامل مع الرجل. ده كنت فاكره الست تقولها بطريقه اندايركت، وهو فاهمش ما يفهمش ليه. ما انا يعني لبست حاجه حلوه عشان غيرت تسريح شعري عشان تقول لي كلمتين، ما خدش باله. تخيل خالص خالص خالص. فانا اقول له بقى قول لي ان انا حطيت مانيكير تحفه النهارده، معقوله؟ مش انت عندك الوان، انت كسالي عندك الالوان 650 لون، انتوا عندكم ثلاث الوان او اربع الوان يعني انت اعملي اللي تعمليه. معقول مش واخد بالك ان عملت شعري بوف مغاني يا روحي؟ دي قواعد التعامل مع الرجل، لما تكوني محتاجه حاجه اطلبيها. اقول على طول؟ ايوه اطلبيها. يعني انا محتاجاك في كذا، لان انا عايزاك تقولي كلمتين. انت عارفه بقالك كتير ما خرجتنيش ودلعتيني. بالظبط، انت عارفه مش عيب؟ حتى لا مش عيب، حتى لو هو ما نفذش فعلى الاقل انت طلبتي، عشان ما يبقاش عنده حجه بعد كده يقول لك ما انت ما قلتيش. لا عشان اعمل اصلا انا ما باخدش بالي. لا انت طيب، لا انا طلبت بمنتهى الوضوح. ما انا طلبت عشان اعمل خناقه بعدها. انت طيب. انا طلبت بمنتهى الوضوح. يعني الاهتمام بيطلب. بيطلب طبعا. تطلب ايه من شيماء دلوقتي؟ الرساله تتقال لها ازاي؟ يعني اخر حاجه بقى اختم بيها. شيماء انت راجعي نفسك، عشان انت اللي عندك مشكله في شخصيتك، وانت اخترتي شخصيه اعتماديه وما حاولتيش تخليه يبقى معتمد على نفسه، وما تحاولتيش تخليه راجل يعتمد عليه، فبالتالي انت بتجني ثمار اللي انت عملتيه. انت كملتي في دور الام وفضلتي مخلياه معتمد عليكي بنفس الطريقه، فهنا ما تلوميش حد غير نفسك، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت غلطانه في انك خرجتي الخروجه اللي خرجتيها دي، مهما كان حتى لو خروجه شغل او اي حاجه، فده غلط وغلط لا يغتفر الحقيقه في مجتمع شرقي زي مجتمعنا. احنا ما بنعلكيش مشنقه، بس انت غلطانه ورسالتك بتقول ان في مشاعر تجاه الراجل التاني من ناحيته ومن ناحيتك. رقم ثلاثة، إذا كنت لسه بتحبيه الحقي بقى، حاولي تصلحي الأمور، ما تقوليش أصل أنا مش عارف إيه لا، تقدر تروح تصلح الأمور لو هي عايزة. وخدي بالك مفتاح جوزك في إيد مامته، وإنت اللي عملتي كده، إنت اللي سبتي مفتاح جوزك يظل في إيد مامته مدى الحياة. خدي بالك دايما الزوج الاعتمادي لما بيتجوز بيعوض الأم بالزوجة. حضرتك بقى ما عملتيش كده، حضرتك خليتيه اعتمادي عليكي ماديا وما زال اعتمادي على مامته ايه؟ عاطفيا. ما هي بتبقى الحرب بقى راس براس بقى، ودي غلطه ورا مراتك ودي غلط كان لازم كان كارثه.
كان لازم تخليه اعتمادي عليك طالما انت وافقتي انه يكمل اعتمادي، يبقى اعتمادي عليكي عاطفيا وماديا، مش اعتمادي على امه عاطفيا وعليكي يعني انت ماديا. يعني مفتاح الحل عند شيماء لو انت عايزه ترجعي، لو عايز ترجع تروح لمامته. مامته، مامته هي كلمه السر في الموضوع. شكرا، نورتني يا دكتور حمود. ما اتخانقناش قوي يعني. شكرا. استنينا بعد الفاصل يا شيماء، والكل شيماء استنونا بعد الفاصل. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال الرجال قوامون على النساء بايه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. يعني قوامة الرجال كده مش بالبق وخلاص انت راجل وخلاص، لا، منك مكتوب ذكر متزوج في البطاقة، لا، تشخط وتنطر وتعلي صوتك وتشرط عليها، لا، يقول لها انا هنا راجل البيت، ها الرجولة يعني تبقى قد الشيلة، انت اللي هتشيلي مش انا، لا، عارف تكفي بيتك، تتحمل المسؤولية، مش بفلوسك وبس، فلوسك، عقلك، مشاعرك، تعملها كويس، وبعدها تبدأ تتكلم عن طلباتك، بعد كده ناخد وندي ونتفاهم. ده مفهوم الدين عن الرجولة. للأسف في رجالة كتير ما بيشوفوش غير اللي ليهم، يتخانقوا لو المدام قصرت، حب واهتمام وشياكة في البيت وابقى لابسة، أسهل جملة تقول ايه؟ فوقي لنفسك، أنا ممكن من بكرة أتجوز عليكي. طب وبالنسبة للست بقى، ما هي إنسانة برضو، بني آدمة بتحس، عندها احتياج للحب ومشاعر والكلام الحلو، وإيه يمكن أكتر من الراجل كمان، بنحب نسمع يا أخي. مين يجيب لها حقها لو كان جوزها عديم المشاعر ما بيهتمش؟ أنا ما بقولش إن شيماء المفروض إن إحنا نعفيها من المسؤولية، مش بحاول أبرر غلطها، لأنه دي غلطة أنت مسكتيه عليكي غلطة، وأنا مقدرة جدا إنك بني آدمة وعندك احتياجات، وي وي وي، فرق كبير قوي بين التبرير والتفسير. إحنا هنا في قصة حقيقية، مش دورنا إن إحنا نمسك العصاية، ما بنجلدش حد قد ما لازم نحترم لحظات ضعفهم، لأنهم جم اعترفوا لنا، ويمكن نكون بنوعي الناس، نحاول زي ما بنقول لهم كده أنتوا غلطانين، نشوف وندور على سبب الغلط جه منين، جه ليه. يا شيماء، بداية الغلط في قصتك قبل ما تكون من جوزك كانت عندك، من وقت ما اخترتي ان انت تعندي اهلك، ها مسكتي بواحد ملوش مستقبل وعمال يسقط، مش مهتم بمستقبله، بس انت عملتي ايه؟ لبستي فيه، اتجوزتيه زي ما بيقولوا، مرايه الحب عاميه، او زي ما بتقول دراسات كتير ان الانسان فعلا لما بيقع في الحب ذكائه بيقل، عارفين المعلومه دي؟ بيتصرف تصرفات كتير بيقولوا غبيه ساذجه، لدرجه ان هو لما يركز كده بالليل او يركز مع نفسه في اللي قاله او في اللي عمله في موقف ده يقول ايه؟ ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ وانا ازاي عملت كده؟ وانا قلت كده قدامه ازاي؟ بس ده مش معناه ان مشاعرنا تتحكم فينا لدرجه ان هي تلغي عقلنا وتسوقنا بدل ما احنا اللي نسوقها. دي كانت اكبر غلطه ارتكبتيها يا شيماء، لما لغيتي عقلك. طب ماشي، اتدلقتي وحبتي واتجوزتي، والسنين عماله تثبت لك ان هو مستهتر، ما عندوش تحمل اي مسؤوليه، ولا عنده حتى بربع جنيه طموح زي ما بيقولوا، مش مهتم بيكي، ما بيتغيرش. كنت دخلي اهلك واهله، ما وصلتوش لحل، طلقتي مكمله ليه؟ بعدين تعالي لي هنا، العميل اللي اتعرفتي عليه ده سمحتي له ان هو يعبر لك عن حبه، مش طبيعي، وانت ست متجوزه ما ينفعش واحد يقول لي انا بحبك وفرحان وانت بتنجحي وانا متجوزه، انت مين يا ابني انت؟ حتى لو هو مش عايز منك حاجه زي ما قال، تصدقي هيحفظك كتاب هتتفرجي على الرسومات هيقول لك كده ليه؟ حتى لو ما حصلش حاجة زي ما حلفتي وقلتي، الفكرة في حد ذاتها مش مقبولة، زي ما بقولك تمسكي عليه غلطة عليكي انت ليه؟ تحت أي مسمى وأي مبرر، من أول ما قالك بحبك وتحطتي نقطة، العلاقة بيننا شغل بعد إذنك، ما ينفعش أكتر من كده، لكن انت قاعدة معاه في كافيه وعشاء عمل، أصل احنا بنتكلم في شغل، لا، يبقى جوزك عارف، ما معاكي حد، تبقي رايحة قاعدة قدام الناس كلها بس معاكي حد، لأن انت ست. أنا بقى عندي فضول أعرف، بعد ما اتطلقتي كده يا ترى بقى جه العميل ده اتقدم لك اللي كان بيحبك وفرحان وفخور بيكي؟ طب أخته اللي عرفها بيكي بقت صاحبتك، ها؟ لسه صاحبتك؟ عموما يا شيماء، مش أنا ما بقولكيش اندمي، لأنه واضح إن أنت مش ندمانة قد ما أنت
متغاظة إنه هيبدأ من جديد، متغاظة إنه واقف على رجله وأنت لأ، متغاظة إن أهله هيجوزوه، صح؟ عشان كده هتفضلي تروحي لدكاترة ودكاترة 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 لحد ما خلاص تنسي واللي حصل حصل. أنت موقفة حياتك كلها عند الغلطات دي. في الآخر ما كلنا بني آدمين، محدش معصوم من الغلط. المفروض اللي مريتي بيه ده يخليكي أنضج، أقوى، أذكى. زي ما نجحتي في شغلك، اتشهرتي، كبرتي، انجحي بقى في طريقة تفكيرك بقى يا شيخة بقى، وإنك تتحكمي في قلبك ومشاعرك عشان بعد كده تعرفي تختاري صح. دلوقتي أهله بيجوزوه، ودلوقتي عايزين يديله فلوس، شفتي؟ ودلوقتي اشتغل، فوقي لنفسك، فوقي. هنبكي على اللي راح ليه؟ مفيش حاجة اسمها أنت اللي خلتني أعمل الغلط، أنت اللي خلتني أقتلك، مفيش حاجة اسمها كده. غلطتي بس مش مهم، كنت ضعيفة، دلوقتي لازم تفوقي. وزي ما سمعتي كلام دكتور حمودة في الفقرة اللي فاتت، هو مستعد يساعدك. سمعتي كلامي دلوقتي، مش راضيالك البهدلة. خلصنا قصة وخلصت، قومي كملي، ما قدمناش حل تاني. في عيال، في شغل، في مستقبل. وبيعرفيني العميل اللي كان بيجيب لك شغل كتير ده عمل ايه؟ جري ولا لسه؟ بعتلنا، انا عايز اعرف. وانتوا كمان بعتولنا على فيسبوك، انستغرام، تويتر، واتساب، بعتولنا هنا في قصة حقيقية. واستناكم في قصة جديدة بس تكون قصة حقيقية. باي باي.